السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، جاءنا سؤال لطيف من الجزائر. السؤال يقول أني صاحبة النازلة تقول أني كنت عندي بنت صغيرة وعندي ابن أخ صغير في زمن الرضاعة، فبنمزح قلت لها منجوز البنت دي للولد ده، قالت له ماله كويس، قلت لها خلاص أنا جوزتها له، قالت وأنا قبلت. وقالت أنا سمعت بعد كده إني ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، ومن ضمنهم الزواج. ده الولاد كده اتجوزوا بعض وعايزين نفسخ النكاح ده، نعمل ايه؟ وهي قلقة جدا ان زواجا قد ابرم بين رضيعتها وبين رضيع اختها او رضيع اخيها، وتبحث عن حل وعن مخرج كيف يفسخ هذا الزواج. يعني اما ان الزواج هزله وجده سواء، هذا صحيح، لا هزل في باب الزواج. وأما أن زواج الصغيرة العقد وليس الوطء وليس الدخول جائز، جائز فيه أصل الجواز، لأن الله جل وعلا يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فاللائي لم يحضن، لم يبلغن زمن المحيض، يعني ممكن تكون اتزوجت قبل أن تبلغ زمن المحيض. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على أم عائشة 6 سنوات وتزوجها وهي بنت 9. لكن الفقهاء يفرقون طبعا بين الزواج وبين الوطء. يعني ممكن العقد على الصغيرة أصله الجواز، لكن الاستمتاع بها مناطه أن تكون مطيقة للوطء، وهذا يختلف باختلاف أحوال النساء. وأدناه عند الجمهور 9 سنوات فصاعدا، في بيئة 9 سنوات تساوي 18 دلوقتي. فالقضية مش قضية سن، هي قضية إطاقة، وتختلف من حالة إلى حالة ومن زمن إلى زمن. لكن في مسألة مهمة، هل يجوز لولي الأمر أن يتدخل لتقييد المباح؟ يقول ممنوع زواج الصغيرة قبل سن 15 سنة أو قبل سن 16 سنة. دي قضية أثيرت في المجتمع المصري قبل حوالي 100 سنة. كان المفتي في مصر الشيخ قراعة وشيخ الأزهر محمد أبو الفضل الجزاوي في زمنها، كانت قضية رأي عام، يعني طلعت من كونها قضية في دار الإفتاء داخل الجدران مغلقة أصبحت قضية رأي عام على مستوى الصحف، وانقسم فيها الناس إلى قسمين، إلى مجيز وإلى مانع. المانع بيقول كيف تحرم ما أحل الله، كيف تقيد أمرا لم يقيده الله عز وجل، كيف تحدث شريعة لم يأذن بها الله تعالى. والمجيزون يقولون تعالوا بنا ننظر ماذا أحدث الناس، هل زواج الصغير اللي هو بيتم هذا للمصلحة الصغير ولا لمصلحة أوليائهم؟ دي مصالح الكبار
بيربطوها من خلال الصغار، فالصغير في النهاية هو الضحية. وقاية وحدث كثيرة يعني تقول الصغير هذا لا وعى معنى النكاح ولا وعى مصالحه ولا عقله، هو بس عبارة عن آلة بأيدي الكبار اللي قد تغلبهم أهواءهم وتغلبهم مطامعهم، ويبقى الزواج عبارة عن صفقة، صفقات بين اثنين كبار فيعملوا كبري وتشسير وتعبيد من خلال يعني الصغار. ثم قالوا أيضا إن المآلات معظم الوقائع التي أمامنا يعني تقول إن هذا الزواج مآله في الجملة أو في الغالب إلى الفشل. عندما البنت تكبر تقول يا إما تفكوني من الزواج ده، يا إما انتحر، يا إما أحرق نفسي، يا إما أعمل كذا، يا إما أعمل كذا. ووقائع لا تحصى من هذا القبيل يعني تؤكد أن المسألة تحتاج إلى مراجعة. ممن قال بهذا رحمه الله عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني كان يرى أنه إن ما فيش وجه ولا مصلحة لتزوير الصغيرة بغير رضاها. لكن صاحبة السؤال قبل التفاصيل دي كلها، هي أصلا الزواج عقد بعبارتها، ولا عبارة للمرأة في عقد النكاح، لا نكاح إلا بولي، والولاية للعصبات. وفي الصغيرة بالذات الجمهور قالوا الأب فقط، لأن أرعى الناس لمصالح أطفاله. يعني ما ينفعش العم، يعني لو الأب مات والعم ما ينفعش يجوز الصغيرة، لها خصوصية. فقالوا والشافع زود وقال والجد، يعني الجمهور على أنها الأب فقط، وزاد الشافعي فقال والجد، لأن له على هذا الطفل ولادة، يعني هو لا زال من عقبه يرعى مصالحه، يخاف على شؤونه يعني إلى آخره. فبالنسبة لصاحبة السؤال ده الموضوع عبس، والعبارة لغو، ولا حصل نكاح ولا عايز فسخ ولا القضية موجودة أصلا. لكن ده سقنا إلى قضية أخرى حول نكاح الصغيرة. هل يجوز نكاح الصغيرة؟ هل يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح، أن يصدر قانونا يقول إني ممنوع زواج الصغيرات أو الأطفال قبل سن كذا؟ القانون المصري اختار عبارة متوسطة، قال لا تسمع دعوى الزوجية أمام المحاكم إذا في الزواج العرفي. ما أنت إذا كان القانون بيمنع الزواج الأطفال قبل سن 18 أو 16 وهم عايزين يتجوزوا، فبيلجوا الى زواج عرفي، يجيبوا ورقه عرفيه يكتبوا فيها الزواج. فقال لا تسمع دعوى الزواج العرفي امام المحاكم الا في اثبات النسب. لو اتنين اتجوزوا صغار على خلاف القانون وحدثت مشاكل، والولد انكر نسب الطفل الذي تولد من هذا الزواج، لو راحت أم الطفل ده إلى المحكمة تقول لهم إيه اثبتوا نسب ابني هذا، القاضي يسمع الدعوة ويفتح ملف ويجيب الدي إن إيه ويحول، ويعني ينظر في القضية رغم أنه هو لم يثبت أمامه الزواج ابتداء، ما فيش زواج قانوني ثابت قدامه. لكن تسمع دعوة الزواج العرفي أمام المحاكم المصرية في دعوة إثبات النسب. أظنهم أضافوا إليها مؤخرا دعوى النفقة، لما تطالب بالنفقة تزوجها ورماها ويتخلوا رجل يصرف علي تزوجني ورماني، فكأنهم أضافوا قضية دعوى الحصول على النفقة. فيمكن العبارة المتوسطة هذه أن هتتجوزوا بس إحنا مش نحميكم، إحنا كقانون كدولة كقضاء مش نحميكم، لما تختصموا لينا في خصومة هنحكم برفض الدعوة مش هنسمع منكم. ده يعني موقف أخذه القضاء المصري عموما. القضية لم تزل موضع يعني خلاف، لكن يبدو مع كثرة المفاسد التي ترتبت أنه الأمر فيه سعة، أن لولي الأمر أن يتدخل لتقييد سن الزواج لعدم سماع الدعوة به. هو مش يحطون في السجن مثلا، سيقول خلاص انت الجوز انا ماليش دعوه بيك، لما تختصم بيا مش هنصورك.
لأن الزواج لم يثبت أمامي، قال أنا لا أقر به قانونا، لا أنت حر على مسؤوليتك، لكن لا تسمع الدعوة به أمام المحاكم إلا في باب إثبات النسب. وأضافوا له مؤخرا فيما أحسب الحصول على النفقة. مهم جدا أن هذه القضايا تكون محل تدارس ومحل تدبر ومحل تأمل، خاصة بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج والمتزوجون الجدد وربما المتزوجين القدامى. يعني هذه معلومات شرعية ينبغي أن يستفيض البلاغ بها ويتعلم الناس دقائقها وأحكامها حتى لا نقع في بعض المحظورات أو المحذورات بالضاء أو بالذي، محظور أو محذور شرعي كان يمكن أن نتفاداه لو أننا أحطنا علما بهذه القضايا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.